السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير شوربه الفطر المشروم اللي سريعه التحضير وكتجي لذيذه وبنينه. ندوزو المكونات: نص كيلو تاع المشروم، حبه واحده بصله صغيره مقطعه طروفه صغار، جوج فصوص ديال الثومة، نص معلقة ديال الملحة وشوية ديال الابزار، جوج معالق ديال القزبور ومعدنوس كبار مقطعين طروفة صغار، وجوج معالق ديال الزبدة، وكريمة الجبن، كريمة الفرماج اللي هي افريدو صاص بالنسبة لبنات امريكا تقدروا فيها بزاف ديال النكهات. انا خليت النكهة العادية ديالها الكلاسيكية، وبالنسبه للناس المغرب فراه هي كتواجد في جميع المحلات كارفور، اسواق السلام، مرجان، اللي كتضيف لهاد الشوربه واحد البنه وكتجي زوينه بالنكهه نتاع الفرماج. ندوزو للطريقه ديال التحضير. كندير الزبده الذوب، من بعد ما كتذوب الزبده كنضيف عليها البصله تشحر، كنشحروا هاد البصله في الزبده، وكندوز نقطع المشروم، كنقطعو طروفة كبار، كنقطع هاد الكمية اللي عندي كاملة بطروفة كبار حيت غادي ندوز نطحنها في الآلة الكهربائية طروفة صغار. من بعد ما ساليت الكمية كاملة قطعتها طروفة كبار، هندوز نطحنها في الآلة الكهربائية. خليكم معي باش تشوفوا الحجم ديالها كيفاش خاصو يكون، ماشي مطحونة حتى الاخر ولكن كتبقى طروفة شوية كبار. انا طحنت الطحنه الاولى خاصها تكون على هذا الحجم، هذا ماشي مطحونه كاع حتى الاخر ولكن كتجي مقطعه رقيقه. هنضيف هذه الكميه على ديك البصله،
هنضيف هاد الكمية على البصلة، نخليهم يتشحروا على بوطة مهيلة على بين ما نطحن الطحنة الثانية. من بعد ما طحنت الطحنة الثانية هنحركهم، هنقلبهم، نحركهم كاملين مع ديك البصلة والزبدة، وندوز نضيف عليهم التوابل. بالنسبة للثومة حكيت هذوك جوج ريوس ونضيفهم عليهم، واللي عنده ثومة غبرة ولا ثومة باودر يقدر يضيفها حتى هي معاهم. كنقلبوا التوابل، كنحركوهم مزيان مع المشروم والبصلة، وكنخليهم يتشربوا مزيان لمدة ديال 5 دقائق او 10 دقائق على بين ما يرخي المشروم الماء نتاعو. ها هو بدا كيرخي الماء ديال الماء نتاعو شويه بشويه. نغطيوها ونخليوه يزيد يطلق الماء اكثر واكثر. ها هي رخات، ها هي طلقات داك الماء ديالها. ندوزو في هذه المرحله نضيفو عليها الكريمه. من بعد واحد 5 ولا 7 دقائق ها هو رخى داك الماء نتاعو، نحركو واحد شويه وندوزو نضيفو الكريمه عليه. نجيب واحد القريعه نتاع الماء نشلل ديك القرعه باش هذيك البقايا ديال الكريم حتى هما نضيفهم. كنشلوا هاد القريعه بقريعه الماء باش داك البقايا نتاع الفرماج نزيدوها حتى هي معانا، نزيدوها في الطنجره. نحركوها ونغطيوها، نخليوها واحد المده 5 دقائق كيغلاو مع بعضياتهم. نحركوها واحد شويه ونغطيوها لمده 5 حتى 10 دقائق على بين ما يغليو مع بعضياتهم. الشوربة ديالنا صبحات جاهزة، ندوزو نحطوها في زلافة ديال التقديم باش نشوفو الشكل النهائي. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوا هاد الوصفة هادي اللي كتجي بنينة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.